بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله خوتي راح نشوفوا مع بعضنا كيفية تركيب لات بروفيل خطوة بخطوة. عندنا البلافون هذا كلوار 6 مترات على 1.50 متر. بعد ما بارتاجينا البلايص تاع اللاد وين يجي لات بروفيل، وتراسينا وديسينينا البلايص تاع اللاد لات بروفيل. واش نديرو؟ نجيبو الدوفيرير بعد ما قطعناهم زوز قطع، نحطو الفيريرة الأولى نفكسيوها في البلافون ونحسبو 2 سنتيم حق الباقات تاع لات بروفيل، ونزيد نديرو لافيرير الأخرى اللي بحذاها نفكسيوها بالليفيس في البلافون كما راكم تشوفو. بعد ما فكسينا الفيرير نجيبو لامال ونخدمو بالطريقة هذه. خاوتي راني نشرح بالوسائل اللي عندي، كما نقول احنا نخدم بالوسائل اللي عندي، كما انا ما عنديش ديفونساز. كاين الناس عندها ديفونساز ولا لامال اللي دوبل 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 ديسك، تما كيقص يقص قصة واحدة ما يقصش زوج قصات. انا درت العملية هذه تاع الفيرير هذه باش تجيني القصة ميتة، ما تكونش عوجة، على خاطر كون توسع القصة تاعك راح الباقيطة تاعك ما تركبش. انا راح نركبها بس باللصقة بالسيبارك دي. شوفوا خاوتي هنا القصة وزي هديرة قصة سيرميزير، كي دير اللي فيرير تاعك وتخدم باللي فيرير وتجيك القصة ما شاء الله تجيك خدمة نظيفة. نتبعوا الاخر تاعنا كيما هكا البلايص اللي ترسيناهم تبعوهم كامل ونقصوهم كامل، ومن بعد نجيبو لي باقات تاعنا. الباقات تاعنا لصقوهم بسيبرغلي، اما معروفه اللصقه هذيك اللي تجي معاها الفشفاشه كما نقولوا حنا. تبع عند كانكيري تباع ب 45000. من بعد ما نلصقوا الباقات تاعنا نجيو هنا للات بروفيل. بعد ما قصينا كل الاخر تاعو. انا درت هنا 50 سنتيم تاع لات بروفيل، وحده بوحده. كما نقولوا حنا وي ونو، جهه كما نقولوا حنا جهه مقابله وجهه اخرى مقابله اختها. هنا واش نديرو خاوتي قبل ما نديرو لات بروفيل تاعنا؟ كاين الخيط انا ديجا فوتو فوق البلافون، وهنا ومن بعد غير نجبد الخيط ونلصقو ولا نشديه في لات بروفيل في الفيشة تاع لات بروفيل كما راكم تشوفوا خاوتي. هنا نديرو نربطوه بالشرطوطون بالطريقة هذه كما راكم تشوفوا، طريقة سهلة وبسيطة خاوتي. تبعوا برك الاخر بربي ان شاء الله راح تفهمون. راني نشرح الناس للمبتدئين خاوتي باش يتعلموا في جرتنا ونكونوا حنا سبة باش نعلموا الناس. ما خلقناش متعلمين خاوتي، رانا حنا ثاني رانا تعلمنا مع الناس، وكي نتعلموا راح نعلموا ناس اخرين وبهذا نديو الاجر خاوتي. قلنا خاوتي بعد ما درنا لات بروفيل تاعنا كاين وحده اللصقه من الريال، نحيوها ومن بعد لصقوه في الباقيطه هذيك تاع الالومنيوم. المهمة تاع الباقيطة تاع الألومنيوم خاوتي هي أنها ما تخليش اللاد بروفيل تاعنا يسخن، تسمى هذيك تمتص السخانة تاعنا وما تخليش اللاد بروفيل يتحرق ليه. عكس كون تركبو ديريكت في البلاكو راح ما يدومش ويتحرق لك. هذه هي النتيجة تاع الكلوار تاعنا خاوتي. شوفوا كيف خرج ما شاء الله. المهم خاوتي إذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واللي عنده أي استفسار أو سؤال يخليه هنا في الكومنتار وبإذن الله راح نجاوبه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.